بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحبيب صلى الله عليه وسلم حريص على أمته، علشان كده بيعلمنا كل أبواب الخير علشان كل مسلم يعرفها وينهل منها ما استطاع. من أعظم وأكبر وأجمل أبواب الخير اللي الرسول عليه الصلاة والسلام حريص على تعلمنا إياها قراءة القرآن الكريم. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. الحبيب صلى الله عليه وسلم بيأمرنا بقراءة القرآن الكريم. القراءة بتكون بأننا نتلو القرآن، بأننا نتدبر معانيه، بأننا نلتزم بأوامره ونعمل بها ونلتزم بنواهيه وننتهي عنها. قراءة بأننا كمان نحفظ القرآن الكريم، ودرجات الحفظة للقرآن الكريم كثيرة وكبيرة عند الله عز وجل. كمان قراءة القرآن الكريم من أعظم الأعمال وأفضلها اللي المسلم ينبغي أن هو يكون حريص عليها، لأن القرآن هو كلام الله عز وجل، حبل الله المتين، حبل مربوط بالله عز وجل، بيحصن قلبك، بيحفظك من كل الدنيا بكل شرورها وكل ما فيها، وكمان بيديك درجات كبيرة جدا في الآخرة عند الله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم بيعلمنا أن القرآن بيأتي يوم القيامة يتمثل في صورة عشان يوضع في موازين الأعمال للإنسان، زيه زي بقية الأعمال الإنسان بيبقى حريص على عملها قربات لله عز وجل. فيتمثل القرآن يوم القيامة ويوضع في ميزان عمل الإنسان المسلم. تخيل كده لما القرآن بيزود عن صاحبه ويشفع له عند الله عز وجل علشان يحفظه من النار ويبعده عنها، وكمان يرفع درجاته عند ربنا سبحانه وتعالى في الجنة ويحوز بها المقام العلى عند الله عز وجل، ويكون في صحبة الحبيب صلى الله عليه وسلم بالالتزام بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقراءة القرآن، وكمان حفظ كلام الله عز وجل في القلب والعين واللسان. فنرجو الله عز وجل وندعوه أن نكون من حفظ كتابه الكريم وأن يرفعنا به الدرجات العليا يوم القيامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكل عام وأنتم بخير.